اللحظات الأخيرة. إذن سيداتي أنساتي سادتي، ينطلق الشوط الثالث الآن، ينطلق شوط الديفندر 110 لفئة التكافل هانديكاب، شوط مخصص لعمر الأربع سنوات فما فوق بمشاركة 16 خيل من الخيول المهجنة الأصيلة. هذه المرة على مضمار ميدان العشبي هنا في مسافة 7 فورلونج أو مسافة 1400 متر. أجود في الصدارة مع أوسكار تشافيز، المركز الثاني نيزاكا مع راي داوسون. هناك أيضا في المركز الثالث لدينا تدخل قوي من جانب ميشار وغابرييل مالوني، بينما في المركز الرابع هناك باي أوف أونر مع جيمس دويل. في المركز الخامس لدينا أيضا ميجر بارتنرشيب مع دانيال تدوب، على يمين تماما وايت ليون مع باتريك كوسغريف، هناك أيضا خلفهم ذا أتورني مع ميكايل بارسلونا. بعد ذلك هناك في السياج الخارجي تأمل ودين أونيل، عملية الالتفاف الآن وازدحام كبير جدا والمسافات متقاربة. لازال المركز الأول مع أجود، لكن يبدو لي أنه سيفقد الصدارة. شاهد عملية ميشار الآن مع غابرييل مالوني ينتزع الصدارة والمركز الأول. هناك أيضا التدخل من جانب نيزاكا وراي دالسون، شاهد الازدحام الكبير. باي أوف أونر يحاول مع جيمس دويل، لازالت الأمور، لكن تأمل الآن يخترق الجميع. تأمل ينطلق الآن، تأمل هو بطل الديفندر 110 هانديكاب. يا سلام على هذا الانتصار، تأمل، انطلاقة رهيبة، انقضاض على الصدارة، وبالتالي أداء سوبر في هذا الشوط في شوط الديفندر 110. التهنئة والناموس لاسطبلات شادويل وللمدرب الإماراتي عل قدير علي البدواوي. دين أونيل على ظهر تأمل في المركز الأول. المركز الثاني ذهب إلى ميشار وغابرييل مالوني، وبالتالي انتصار مستحق. مبروك على الانتصار إلى تأمل.